في انخفاض كبير في اعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا خلال الفتره اللي فاتت، وده بسبب التوعيه اللي تمت بخصوص اللقاحات، لكن في نفس الوقت بدا يبقى في مخاوف من الاصابه بجدري القرود، وده بعد اكتشاف اول حاله في مصر. معانا على التليفون دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. صباح الخير عليك يا دكتور محمد. اهلا وسهلا يا استاذ محمد، اهلا بيك. يا اهلا بسيادتك. يا دوب بنخلص من حاجه ندخل في حاجه ثانيه، ولا احنا لسه ما خلصناش من كورونا؟ معلش، لا كورونا ما خلصتش لسه. ما خلصتش خصوصا على مستوى العالم، لان الوباء ما زال منتشر عالميا ولم يعلن حتى الان انتهاء الوباء، وفي بعض الدول بتسجل بعض حالات بالالاف يعني، لكن الموقف في مصر الحمد لله موقف كويس. الحالات في حالات لكن قليله جدا، تقريبا ما فيش حالات بتحتاج مستشفيات او رعايات مركزه. طيب الحمد لله، ما نقدرش نقول انه انتهى حتى انتهاء الوباء العالمي، لكن نقول ان في انخفاض كبير في اعداد المصابين دكتور، وفي انخفاض اكبر في اعداد الوفيات الحمد لله. مظبوط. وده بسبب ايه؟ اللقاحات اللي انتشرت، ولا التوعيه، ولا الناس ابتدت تتعامل، ولا الفيروس ضعف؟ ثلاث عوامل سيادتك. العامل الاول طبعا لقاحات بدون شك، والحمد لله مصر قدت تغطيه كبيره جدا في هذه اللقاحات، في الاعداد المستهدفه من الحصول على الجرعتين الاولى والثانيه حصلت، في عده ملايين حصلوا على الجرعه الثالثه، وفي برضه بعض الفئات اللي هي المستهدفه بتحصل على الجرعه الرابعه. ده عامل. العامل الثاني طبعا نتيجه للسيركوليشن او يعني مرور الوباء او الفيروس بمراحل مختلفه وتغيرات في المتحورات. اعتقد ان المتحور الاخير اكثر ضعفا من المتحورات السابقه، فده سبب ثاني. والسبب الثالث طبعا هو حضرتك التعامل مع الحالات والوعي قلل بشده حده الحالات وشدتها ومشاكلها وتداعياتها. عظيم. دكتور محمد، حضرتك قلت دلوقتي انه مازال الوباء موجود وما نقدرش نقول انه انتهى لانه وباء عالمي، هل احنا في انتظار اعلان رسمي من منظمه الصحه العالميه بان الوباء انتهى بالفعل؟ هي سيادتك نقطه الوباء، اعلان ان في وباء واعلان انتهاء الوباء ليها معايير عالميه في منظمه الصحه العالميه بتقدر تحدد هل الوباء انتهى ولا لا، بتشمل عدد الحالات التي ترصد في كل الدول، عدد الحالات اللي بترصد في القارات المختلفة، استمرارية هذه الحالات، كل دي عوامل بتحددها المنظمة، وفي الآخر بيعتمد الخبراء ويقرروا إن خلاص الوباء قد يكون انتهى، وإن الحالة المرض ده أصبح مرض عادي زي الأمراض المنتشرة أو الموسمية أو المتكررة. أكيد. دكتور عوض، يعني المدارس على الأبواب، وفي مدارس ممكن تكون داخلة الأسبوع الجاي بالفعل، نقدر نقول إن الطلاب قبل دخول المدارس هنديهم بقى جرعات تطعيم، جرعات تنشيطية للي أخذ بالفعل، ولا هنتعامل إزاي؟ وسيادتك طبعا المدارس والجامعات، وده حصل طبعا السنوات السابقة، بيها بعض الشروط بأن الأعداد بتبقى كبيرة، التلاميذ في المدارس يمكن قصة الابتعاد أو التباعد الاجتماعي بتبقى قليلة قوي. نعم. فهي هنا بتشمل حاجتين مهمين جدا، ودي مؤكدة لازم نستمر فيها، اللي هي الاحتياطات الاحترازية والوقائية والحد من انتشار أي مرض، لأن سيادتك الشتاء جاي إن شاء الله ويكون عندنا الكورونا لسه موجودة عالميا وفي بعض الحالات محليا، وطبعا هيبقى في نوع من الانفلونزا الموسميه قد تكون موجوده في هذه الفتره. وعلى هذا الاساس انا، وطبعا سيادتك عارفه في المراحل الاخيره الاعراض بتاعت كورونا بتشابه كثيرا اللي احنا بنسميه الانفلونزا لايك النس او المرض المشابه للانفلونزا. وفي هذه الحاله احنا بيبقى عندنا اشتباهات قد يكون هو ده كورونا او انفلونزا موسميه، يعني في خلط بين الاثنين. انما الحاجه المهمه ان هما الاثنين سواء كورونا او انفلونزا احنا يعني متشابهين جدا، وطرق العدوى متشابهه، فيها التلامس وفيها العطس او الضحى او السعال وفيها لمس المعادن او الاسطح. فيعني قصه ان في نوع من الوقايه في المدارس او في الجامعات
وبعض الاحتياط او الاحتراز مطلوبه جدا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه لازم نوعي التلاميذ والاسر ان لو طفل او تلميذ جاله برد او انفلونزا كنوع من الاحتياط، يعني لو يقدر يقعد في البيت يومين ثلاثه عظيم حتى تزول الاعراض، ودي هتنفع حاجتين. الاول تقي الطفل من اي مضاعفات او التلميذ او الطالب، وفي نفس الوقت تقي زملائه من اي احتمالات عدوى سواء هي كورونا او انفلونزا. عظيم. طيب بما ان يا دكتور محمد في متحورات كتيره لفيروس كورونا، احنا متابعين طبعا هذه المتحورات وبالتالي بنغير بروتوكولات العلاج باستمرار. ده هو العلاج سيادتك تقريبا واحد من اول ما ظهرت كورونا لحد دلوقتي. انا هقول لك سيادتك، المرض في مراحل مرينا بيها، مراحل المرض كان شديد جدا ومضاعفاته خطيره. فاحنا بنعالج يا اما الاعراض يا اما المضاعفات، وبعدين ظهر في مراحل مختلفة بعض أدوية الفيروسات اللي كانت بتستخدم في، هي ما كانتش جديدة يعني، بتستخدم في علاج الحالات الشديدة، ثم ظهر نوعين من الأقراص اللي ضد الفيروسات اللي بيعالجوا الحالات البسيطة أو المتوسطة. كان الهدف الرئيسي من هذه الأدوية هو الحد من مخاطر أو مشاكل أو تداعيات المرض. فالتغير بنقدر نحسب على المستوى المحلي ومستوى العالمي والابحاث العلميه المنشوره تاثير كل عقار من هذه العقاقير. انما النقطه الاساسيه اللي هي علاج بعض الاعراض اللي بيعاني منها المريض او بعض المضاعفات، وطبعا كان اكثر او اكثر هذه المضاعفات هو تاثيرها على الجهاز التنفسي السفلي في صوره التهابات رئويه. فهي دي كانت يعني محاور استخدام الأدوية أو العقاقير في علاج الكورونا أو تداعياتها. والحمد لله احنا كنا ملمين تماما وبسرعة شديدة جدا، ويعني متعاملين مع أي تغيرات أو أي جديد أو أي حاجة تؤثر في علاج هذا المرض. دكتور، ما زلنا مستمرين في تصنيع اللقاحات في مصر، وما زلنا مستمرين في التوسع في تصنيعها؟ ما زلنا مستمرين، وحاليا بندرس ودي نقطة مهمة قوي، توطين صناعة هذه اللقاحات، مش بس لقاح الكورونا. احنا بنسعى يبقى عندنا أنواع أخرى من اللقاحات التي بتستخدم في علاج الأمراض. واحنا عارفين طبعا في خطة إعطاء لقاحات أو التطعيمات لفئات مختلفة من الناس. فطبعا توطين هذه الصناعة الحقيقة كدرس مستفاد من نقص اللقاحات ايام كورونا، وده بندرسه على المستوى المحلي والمستوى الافريقي ومستوى الدول الاخرى الصديقه. ده عظيم جدا. دكتور محمد، بعض الاطباء والمختصين بيقولوا ان اللقاح عن طريق الفم يكون افضل من اللقاح اللي احنا تعودنا عليه اللي هو بيؤخذ عن طريق الابره. هل ده صحيح؟ لقاح الكورونا يعني؟ مظبوط يا فندم. لا، هو لسه ما نقدرش نقول ان في لقاح عن طريق الفم. اللقاح الوحيد اللي عن طريق الفم اساسا زي مثلا شلل الاطفال، وحتى بقى في نوع ثاني عن طريق الحامه. فهي الافضليه هي طريقه التاثير او الفاعليه لهذا اللقاح او التجارب الكلينيكيه السريريه، ليس قضيه افضليه. طيب لو جينا قلنا ان كوب 27 يعني بيتم الاعداد له من قبل كل الهيئات، احنا خطتنا في التامين الطبي لمؤتمر المناخ كوب 27 هتكون ايه؟ طبعا كل المؤتمرات التي تعقد في مصر، خصوصا المؤتمرات الدوليه الكبيره زي مؤتمر المناخ الذي سوف يعقد، الحقيقه احنا متفاعلين تماما معاه سواء من الناحيه الصحيه او ترتيب الفئات الطبيه التي سوف تتعامل مع هذا المؤتمر، وتوفير الكوادر البشريه وسائرات الاسعاف ومستشفيات العلاج. كل دي طبعا خطه محطوطه كل اجهزه الدوله بتساهم فيها، وكل وزاره بتشارك بالدور الايجابي اللي المفروض تشارك بها في هذا. ففي فعلا خطه طبيه سواء خطه وقائيه او خطه علاجيه او خطه لحدوث اي امراض او اي اصابات او اي ان شاء الله ما يحصلش حاجه يعني. لكن طبعا لما يكون عندك هذا التجمع البشري الكبير من مختلف انحاء العالم،
واي حد يحتاج امرجنسي طبيه او علاج سوف يتوفر له. وطبعا الوزارات المختلفه بما فيهم وزاره الصحه والجامعات الاسريه حتى خطه لهذا. مش بس خطه حضرتك من ناحيه التدخل الطبي، احنا كمان بقالنا كام شهر بندرس على المستوى العلمي والطبي يعني ورقه مصريه لرصد التداعيات الطبيه او الصحيه نتيجه لتغير المناخ، وعملنا كذا كذا بحث علمي عظيم جدا، وعملنا كذا مؤتمر علمي للمشاركه في هذا. طيب دكتور محمد، نتحول في الحديث عن من كورونا الى جودري القرود. احنا عندنا حاله تم اكتشافها في مصر، عايزين نعرف ازاي تم اكتشاف هذه الحاله وايه هي اعراضها. شوف يا فندم، من اول ما اعلن عن وجود اول حاله في العالم لجودري القرود اللي رصدت في المملكه المتحده، واحنا عملنا على طول يعني خطه علميه وقائيه كامله للتعامل مع هذه الحالات. يعني اول ما بلغنا ان فيه، طبعا احنا وزاره الصحه والجامعات وكل الهيئات الطبيه ان فيه حاله رصدت جدري قرود. اولا المرض معروف بالنسبه لنا ومعروف من ايام الجدري الاصلي اللي كان موجود في العالم، وكان مرض خطير جدا ومرض قاتل، وكان فيه بعد كده تطعيمات لهذا المرض، والمرض ده اتعمل له تخلص منه العالم كاملا سنه 1983. مرض كرد القرود ده موجود عند القرود في غرب افريقيا وفي وسط افريقيا في البلاد الرطبه والممطره، وانتقل للانسان ورشدت الحاله في انجلترا. احنا عملنا خطه وقائيه ازاي نقي مصر من دخول الحالات بقدر المستطاع، خطه كامله تشمل لو شخصت حالة أو في حالة مشتبه فيها أو شخصت يتم التعامل معها إزاي، إيه أماكن العزل التي سوف تعزل في هذه الحالات، إيه طرق العلاج وطرق الوقاية من هذه الحالات ومنع انتشار المرض. وزي ما حكش طيب، عن نتيجة لهذه الخطة تم اكتشاف أول حاجة أعراض المرض ده معظمها أعراض جلدية، يعني بيظهر فقاقيع في جلد المصاب بتبدا في الوجه ثم تنتشر الى الجسم كله والاطراف، وبتبقى ممنوعه بالسوائل، والسوائل دي لما تخرج من هذه الفقاقيع بتبقى مؤذيه. نعم. وايضا فرش المريض بما مواجه. لكن الحاجه المهمه ان في معظم بلاد العالم اللي هو يمكن 95 دوله او اكثر دلوقتي وعدة آلاف من الحالات، وبعض الدول سجلت بعض الوفيات، المرض ده بيستمر 3 أسابيع ثم يشفى، لكن في بعض الوفيات يعني امبارح الولايات المتحدة سجلت حالة ثم حالة وفيات وفي بلاد أخرى، فإحنا عاملين الاحتياط. ورصد إن الغالبية العظمى من هذه الحالات المرض بينقل عن طريق المثليين جنسيا خصوصا متعددي العلاقات. فالسؤال بتاع حضرتك المهم ان احنا في خطه، في خطه وقائيه تماما، وهي هذه الخطه التي ادت الى اكتشاف الحاله التي وصلت، وفي ترقب لكل الحالات على مستوى الطيران على مستوى الموانئ، وتم التعامل مع الحاله دكتور عوض، وتم يعني تم التعامل مع المحيطين بها والمحتكين بها. الحاله عزلت في احدى المستشفيات وبتاخد العلاج الكامل اللي هو موصوف واللي موجود في خطه العلاج الوقائيه بتاع وزاره الصحه. اكيد. كل الشكر ليك يا فندم، شرفتنا ونورتنا دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، شكرا جزيلا ليك.